con prima nel polo si dafne poi اكثر من اللازم ناخذ الفولتي رقم كبير جدا وبعدين من تروح وتوزع الفولتي داخل المكون مالتك تشوف صار عندك فد شيء اولد يعني مو صحيح اوكي فنحاول نحسب هذه الفولتي باستخدام اكسل شيت ونستعرض قيمة الفولتي المينيموم الماكسيموم ونشوف النتيجة مالتها إذا هي قيم معقولة بالنسبة لنا شنو يعني معقولة؟ يعني وزن القياسات اللي موجودة بالكور بالكور قايس بيرموليتي أقل شيء مثلا 0.01 وقايس أعلى بيرموليتي افرض 100 ملي دارسي من يطلع لي 2000 ملي دارسي أقول هذا رقم بعيد جدا أوكي؟ خاصة إذا كان مجموعة من القيم مال فروس تنطيني هيك رقم معناها صار عندي خطأ فاستثني هاي القيم ما اخليها بهالشكل يجب ان ما اخليها بهالشكل ما تروح فهذا لكل يونت الى معادله لكل يونت الى معادله اللي انتم طلعتوها فنطبقها على كل يونت اضافه الى الكور اللي اخذناها الاربعه فراح يصير عندنا في كل الابار قيم للهوريزنتال بيرموبيليتي اوكي بقى عندنا الفيرتيكال بيرموبيليتي نقدر نفس الكلام نعيده على الفيرتيكال بيرموبيليتي نقدر نعيد نفس الكلام على البيرموبيليتي الفيرتيكال بس اخذوا الفيرتيكال بيرموبيليتي من التقارير الاربعه والسعوديه يعني شوي سهل لكم العمل احنا هم نقدر نرسم فاي وكي فور هوريزونتال بلاك فور فيرتيكال بلاكس فور فيرتيكال بلاكس ونطلع علاقه اخرى لكل يونت نعيد الحج نفسه ونرجع نحسب مره ثانيه هم نقدر نسوي بس تاخذ عندنا وقت وسويتوا تمرين عليها بالهوريزونتال بلاك شو اللي يجب ان ننتبه عليه؟ هو القدرة مع الحاسبات مالتنا اللي نشتغل عليها. حاسباتنا طبعا كلكم كنتوا تشتغلون على لابتوب ما حد عنده يعني اكسس على مثلا مين فريم موجود او ورك ستيشن كبيرة. اللابتوب طبعا امكانياتها محدودة. بالجيو ستاتستكس اكو حسابات بنتوزع اكو حسابات بعض الطلاب قالوا ان شاء الله الجيو ستاتستكس الحاسبه وقفت هي بالحقيقه الحاسبه مو وقفت اللي تسوي البروسيسنج بس الرن يحتاج له ثلاث ساعه اوكي فهو ما بقى ينتظرها ساعه عشان خمس دقائق كل ريسبونس ما بيه قاعد حاسبه وقفت طبعا هنا السبب الرئيسي هو عدد الجريدز عدد البلوكس اللي ماخذ الجريد اللي مسووه اذا تاخذ عدد كبير من الجريد هو هذا اللي يحسب في كل جريد وبالتالي راح يكون عندك بطء بالحسابات ومثل ما قلت لكم حسب امكانيه الحاسبه نفسها ايش قد بيها رام ايش قد بيها سي بي يو ايش قد بيها كاتش ميموري او شقد انت محملها شقد اكو عندك سبيس بالهارد هذه كلها النظام مالتك اللي تشتغل عليه اللي تشتغل عليه شنو فكل هذه تدخل في يعني العوامل اللي تاثر على سرعه الحساب بس احنا لحد الان ترى احنا بالستاتيك موديل بعد ما داخلين بالحسابات المعقده نشتغل على الاشياء مثل ما يقول لك يعني كلش اشياء بسيطه بالنسبه الى الكالكوليشنز احنا تعبنا الان في تجهيز البيانات في تحضير البيانات بس بالكالكوليشنز بعد ما سوينا شيء شو بالكالكوليشنز يبدي من نشتغل بالدايناميك موديل ما راح تدخل البيرابولتي هنا لان البيرابولتي نحتاجها بالدايناميك موديل الدايناميك موديل شو يسوي؟ هو شغلنا كمهندسين نقوى الدايناميك موديل هو راح يحل معادلة الديفيوزيفيتي
If you use the equation partial by partial x, kx, kro, a, and then u o, b o, partial p, o, by partial x, minus gamma o, partial z, by partial x. شايفين هاي المعادلة؟ نعم؟ شايفين؟ زائد إذا نشتغل 3 dimension أكو شيء مثل هذا بالنسبة لل y زائد بالنسبة إلى z. معروفة بالنسبة لكم ال parameters. هذا بين قوسين شنو؟ هذا بين قوسين بي بي او شيء لقب لغط بس هذا لغط بي او لغط بس هذا جاما او ما جاذبية ما سكرة بس جرافيتي شنو تأثيره هذا يعني شيء هذا الشيء ياخذ نظر الاعتبار نعم segregation back effect تأثير ايش؟ تأثير الجاذبية الجرافيتي تأثير الجرافيتي هذا بالحقيقة الترم ياخذ نظر الاعتبار تأثير الجرافيتي partial z by partial x ولذلك احنا بالموديل مالتنا شوف احنا نحتاج من نحسب نحتاج النت ثيكنس مو لان هنا قلنا راح نضرب بعدين في النت ثيكنس الجروس ثيكنس النت ثيكنس على الجروس ليش؟ حتى الجروس يروح ويا الجروس يطلع لنا مضروب بالنت في الاريا يعني راح يكون كانما الفوليوم بس ليش احنا من البدايه ما ندخل النت ثيكنس؟ ليش ندخل الجروس ثيكنس؟ داخل الجروس ثيكنس لانه حتى من يشتغل على الجاذبيه ترمى الجاذبيه ياخذ الجريان بين بلوك وبلوك اخر ياخذ المسافه الحقيقيه اللي موجوده مو ياخذ النت ثيكنس اوكي يعني النت ثيكنس هو قد يكون 0.5 من الجروس ثيكنس يعني نص الجروس ثيكنس هو غير فعال كمكمن ولكن بتأثير الجاذبية فعال هو ارتفاع فيجب أن نأخذ منه ولذلك إحنا ندخل في البداية الجروس ثيكنس ما ندخل النت ثيكنس النت ثيكنس في الحقيقة يحسب يعني يفيدنا فقط في حسابات الأولمبيكس على ذلك اللي راح يشتغل بالفلو إكويجن هو التوتال ثيكنس أو التوتال إليفيشن بين تو بوينتس اوكي partial z by partial x وهنا عندنا partial z by partial y وعندنا هنا partial z by partial z اوكي partial z by partial x شنو يعني شنو partial x by partial z partial z by partial x يعني أبعد الميلان باتجاه x اوكي لنفرض يصير الجريان خلال هذا القلب من المنطقه الى المنطقه اذا كان هذا horizontal هذا هو x direction اذا كان horizontal partial x partial z by partial x يساوي صفر اذا كان مايل راح يكون الابين اوكي في حالة اللايرز يكون عندنا two dimensions مثلا x y x و y فإذا هي بهالشكل partial z by partial x يساوي صفر partial z by partial y يساوي صفر إذا صارت هالشكل partial z by partial x لها قيمة بس partial z by partial y لا تزال صفر إذا صارت الشكل partial z by partial x صفر partial z by partial y إلى قيمة يقوم إذا صارت بهالشكل نيانا راح يكون إلى قيمة partial z by partial z شنو اللي هو من هالنقطة وهالنقطة واللي هو دائما يكون إلى قيمة ارتفاع
اللي هو الجريان بالتجارة العمود. هاي ما على شنو تعتمد؟ هم راح تعتمد على الزيت. واضح. فتأثير الجرافيتي راح يأخذ نظر الاعتبار من خلال هذا. هاي المعادلة بالطرف الأيمن شكو بيها. بيبي partial by partial t. الله يعجب فيها سوى لها واحد يمكن. تخلي النار. Five. Single face. No, multi face. Single face. Single face. What's saturation? Saturation is a one. No. What is that? What you want to be a saturation? We have a multi face. أكو عندنا معادلة للأويل. وكو عندنا معادلة مشابهة إلها بس هنا تصير شنو؟ KRW ميو دبليو بي دبليو وهكذا بي دبليو وهنا طرف الأيمن شو يصير؟ اس دبليو نسميه الووتر إكويجن معادلة منين جاي المعادلة؟ اشتقاقها أصلا شنو؟ مو دارس ما يصير ماتيريال بالانس او ماس بالانس او ماس كونزرفيشن بدينا بالماس كونزرفيشن قانون حفظ الكتله صحيح ووصلنا الى هاي المعادله قانون حفظ الكتله هذه المعادله لحفظ كتله النفط ومعادله اخرى لحفظ كتله الماء ومعادله ثالثه احنا الان مصددها لان نشتغل تو فيس هي اللي حفظ كتله شنو؟ الغاز مشابهه لهذه معادله الغاز مشابهه لمعادله الووتر والاويل في جزء كبير منها بس اكو جزء اخر ينضاف لها الزيت فاكتور تاثير الزيت فاكتور زيت فاكتور داخل بالبيجي شنو انضغاطي؟ داخل بالبيجي بعد RS الغاز اكو نوعين من الغاز اكو الفري غاز واكو سوليوشن طبعا بالفولاتايل اويل ريزرفوارز او بالكوندنسيت اويل ريزرفوار كوندنسيت غاز ريزرفوار كوندنسيت ريزرفوار ايضا يصير عندنا تو فيز بالنسبه للاويل الاويل ممكن يكون سائل وممكن يكون غاز شوي اعقد تصير قضية بس انا بدي احكي على بلاك اويل يعني النفوط الاعتيادية اللي هي النفوط ما بيها غاز مو فولاتايل بيها غاز بس مو طيارة مو فولاتايل اويل ولا كوندنسيت بهالحالة راح يكون عندنا الغاز موجود بطوره فقط الغاز يكون موجود بطوره جزء منه فري غاز وجزء الغاز الاخر اللي هو دائب ان سوليوشن اوكي الفري غاز معادلته تشبه معادلة الووتر وتشبه معادلة الاويل بس الاو تصير جي او الدبليو تصير جي اوكي الانسوليوشن وين موجود الانسوليوشن؟ بالنفط موجود بالنفط فهو بالحقيقة راح يشتغل على معادلة على شيء مشابه لمعادلة النفط بس مضروبة في RS مو في بي جي مضروبة في RS تبقى بي او كي ار او دي بي او او اس او بس كلها تنضرب في RS اوكي فاذا معادلة الغاز راح تشمل جزئين لانه الماس بالانس على الغاز ما نقدر نسوي ماس بالانس على الفري غاز ونترك السوليوشن غاز لازم نسوي ماس بالانس على الفري غاز زائد السوليوشن غاز لان اكو انتر اكشن بيناتهم
الفري غاز ممكن أن يروح جزء منه إلى السوليوشن وجزء من السوليوشن غاز يصعد إلى الفري غاز.